ديال اللعبه. شو هذه هاد الضره من الزريعه؟ هذه هي الاصليه دابا من الزريعه، الزريعه اللي لقينا منها الديف. ما دابا جات اختارات ونص من الضرات، هي شوف كيفاش دايره، كاين اللي مركبه كاين اللي ما مركبهاش، كاين اللي ما خرجتش كاع، كاين اللي قليله كاين اللي باقا صغيره. ها انت كيفاش دايره؟ ها انت هاي قداش؟ شو وحده فيها دابا ولات قداش؟ شو هاي اخرى قداش؟ وهاد الزريعه واش اول عام كتخسانيها؟ اول عام كدير الزريعه لها. او هاد الزريعه ما عمركم خديتوا هاد الماركه ولا كاين شي ماركات اخرى؟ كناخذ هاد الماركه، وهاد العام ما خدات والو، هادي ما تنشروها. يعني ورغم درتو الدواء ودرتو درنا الدواء، ما درنا الملح، درنا الانكري، درنا الدواء، جميع الدواء درنا، القطران، كلشي كاع درناه. هو هي هي الدره دي صافي مشات، يعني ربما وماشي دابا يا حنا بقينا كنشوفوها هكا وصافي. اش غادي دير؟ بقا داك ما دير لا دابا. طب انا غادي نجي نعلم كلشي دايز ليها، خسرنا الغوطة وخسرنا هاد الشيء والماء وما كاين حتى شي حاجه والو. شفنا بعض الانواع ديال الدره هنايا كاين اللي صادقه، واش السبب؟ البلديه اللي عندنا اللي صادقت، هي اللي مزيانه اللي صادقت، الزريعه ديالنا هي اللي صادقه ديالكم ديالنا حنا اللي صادقه دابا، هي هي اللي مزيانه. دابا انا زارعها في نهار واحد، هادي شو هذيك مزيانه واش غادي كيدير؟ هذا هو الغالي. صافي البلديه راه هي اللي راه مزيانه. راه شنو الرسالة ديالكم؟ يعني انا كنشوفكم كتعبوا وكتشقوا. وانت باش غادي دير؟ راه صافي كتاخذ زريعه كنمشي من عند مول الهري، كتاخذها من عنده وسير زريعه صادقت لك مصادقات. صافي الله يعاون. كتجي عند الدواء كيقول لك هاد الدواء نعطيك، دير هاد الدواء نعطيك، دير هاد الدواء نعطيك، دير هاد الدواء تديرو كثرة ما جا الله والو. واش خسر اللي لا تعويض لا والو؟ واش هي شويه عوضك؟ ما كاين حتى تعويض والو. شكرا جزيلا. دابا هي كتربى شي هاد الدفرة على الكبار ما عندهاش ما عرفتش قهوية. دابا دابا اش كدير؟ الان كدير كاين الخزانة هادي 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 راه ميج هادي الا طرش البرد غتكر بحال هكا. كتمشي يعني شنو نقول لك؟ انا ما نقدروش نعبروا عليه، ما نقدروش نعطيو لكم نقول لك اودي هذا من الدرا او من الارض. دابا خص الناس المختصين هما اللي يجيو ياخذوا التربه وياخذوا الدرا. عرفوا بالضبط هادشي ما عمركم شفتوه صح؟ لا ما كاينش عمر ما شفنا. شحال من عام تقريبا كتلحق؟ هو تقريبا شي 12 عام. 12 عام وثلاثة في الحفاظ ما عمرك شي ما عمرناش الناس. ونفس المشكل راه كاينين الناس في عندهم هادشي. هاد الزرع عمال فين ديما تاخذوها وما عمرها؟ ديما ديما كناخذو الدعم ماشي هي اللي كنا ناخذ. الرسالة ديالكم المسؤول؟ والرسالة راه خص المسؤولين ذوك الأطباء البربيتاريين ديال الأرض وديال الزرع عمال خصهم يخرجوا يشوفوا. وحنا واخا نقولوا لكم موضوع انتم اللي غادي تفعلوا الغوصه هذا المصاري تقريبا تقريبا باش تطلع لك تقريبا طلع شي 3 منين كطلع لك؟ اه 3 منين. دابا كترجاو ان هذا والله ما بقى ما ترجع لك الا طلع السوق شهر 5 علاش غادي ترجع؟ يعني تقريبا شحال زارع وقطار؟ اه وقطار. الموضوع ديال اللقاء اليوم اللي هو المشكل ديال الاصفرار ديال الضرا، فهاد المشكل اللي تقريبا هاد السنه كيعانيو منه بزاف ديال الفلاحه، خصوصا في المنطقه ديال تكوالا. وهاد المشكل اللي هو راجع الى اصفرار ديال الضرا، فالفلاح كيجي يعني كيلقى الدره ديالو كتبدا تصفر، كيعطي المواد، كيعطي الماء، كيعطي الادويه، في الاخر ما ديك الصفوريه ما كتحدش. خلاص قبل كانت هاد الصفوريه هذه كتكون عند الفلاحه قبل ما يوقع المشكل هذا، ولكن كتكون راجعه لبعض المسائل اللي هي عندها حل، اللي هي النقص ديال بعض العناصر، حيت الذره كباقي الزراعات فكتحتاج لبعض العناصر المعدنيه، سواء المعدنيه الصغرى والمعدنيه الكبرى، وكتكون حساسه خصوصا النقص ديال واحد جوج العناصر اللي هما الزنك والمنغنيز، يعني هذيك اللي كيعطيونا الاعراض ديال الصفوري ديال الذره. الفلاح كيجي كيرش بهذا السماد الورقي اللي فيه الزنك والمنغنيز، واحد النهار ولا يومين كتحل المشكل كترجع الذره اللون كيما دابا. بينما هذا المشكل ديال الفيزاريوز كيما درتي ما كيقدر اللي كتقاس ما كترجعش ترجعش اللون ديالو، انما كاين بعض الادويه اللي يمكن ينقصوا لنا من حداد الانتشار ديال هاد المشكل هذا. فكما قلنا المشكل ديال الفيزاريوس هو تيكون راجع لواحد الشامبينيون، واحد الفطر اللي كيتسمى فيزاريوم غرانيلاروم. هذا الفطر هذا اللي كيضرب الجذر ديال 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 الذره وكيخمج خصوصا دوك القنوات الناقله ديال الماء، حيت اللي فيها ما يسمى كاين واحد جوج القنوات اللي كيتسموا بالفرنسيه، كاين الكزيليم وكاين لا فلويم. الكزيليم اللي كتطلع الماء ولا فلويم اللي كتهبط الماء، هذوك القنوات كيضربهم هذا الفطر هذا
داك الشيء اش كتسمى مالادي فاسكولير، يعني دوك العروق دوك القنوات ديال الناقله، وبالتالي ما كيخليش داك الماء يطلع من الجذور للفوق. يعني انت كفلاح كيجي الفلاح دابا كيجي كيعطي كلشي الماء، هذا داك الماء تيكون في الارض الجدر ما كيقدرش، كيفقد ديك القدره على الامتصاص ديال هذيك العناصر ديال داك الماء والعناصر المعدنيه، وبالتالي ما كيطلعش داك الماء الفوق. اشنو كيوقع هنايا؟ بيان سيغ الشجره النبته كتموت حيت ما وصلهاش هذاك الماء والاملاح المعدنيه. بالنسبه للمعالجه والحل، خلاص الفلاح دو غينافون خصو يفكر في الاصناف اللي هي مقاومه، يعني ما بقاش يعني اصناف، خصك تختار الاصناف المقاومه لهذا المرض، بحال الاصناف اخرى بحال مثلا الدلاح والبطيخ، وهذا اللي كيختاروا الناس. كاين بعض الاصناف ديال الدلاح ولا ديال البطيخ اللي كيغريفيو الناس، كيدير لهم التطعيم على بعض الاصناف باش يقاوموا هذا، بينما الذره ما نقدروش نطعموها. يعني الحل الوحيد فيها هو اننا نختاروا الاصناف المقاومه. ثم بالنسبه للدواء، كاين بعض المبيدات وبعض الادويه اللي خص الفلاح يعطيهم الذره ديالهم من يعني من بعد الانبات، باش يخليوها انها تربي واحد المناعه ضد هاد الفطر. يعني واحد خلاص، يعني ما بقاش هذيك ديك الخدمه التقليديه اللي كان الفلاح تيدير، انه كيجي كيزرع الذره كيعطيها الغبار كيمشي يعطي الملح 33، هذيك الزراعه التقليديه لا. دونك الذره دابا كتبغي واحد العنايه مركزه كباقي الزراعات، بحالها بحال الماطيشه دابا بحال البطاطا، يعني خاصها من الاول، خاصها لي زاسيد اميني، خاصها لي زاسيد اوميك، خاصها لي زونغري فوسفوريك، لي زونغري، يعني خاصها جميع المواد، يعني خاص تكون واحد العنايه من الصغر ديالها، باش كما قلنا دير واحد لوطو ديفونس باش هي تقدر يعني تقاوم لنا هذا المشكل هذا. وهي هذا المشكل خلاص كما قلنا، المشكل ديال مثلا ادويه بيريمي ولا هذا، تيبقى مشكل ماشي غلط ضرر جميع الزراعات. الواحد بيان سيغ خصو يعرف الزرعه اللي غادي ياخذ، خصو ياخذ الزريعه عند بائعين معتمدين لدى لونسا. دابا راك عارف اي بائع ديال المواد الفلاحيه والزريعه، راه ماشي اي واحد يقدر يبيع الزريعه، وهذا راه اللي كيبيع الزريعه هو تيكون معتمد لدى لونسا، يعني اللي هي المكتب الوطني للسلامه الصحيه والمنتجات الغذائيه. ملي غيعطي واحد الصنف اللي هو صنف مقاوم، كيعرف الاصل ديالو، كيعرف شنو هي الشركه المستورده، ماشي كتمشي تمشي للسوق تاخذ الذره عند السواقه اللي في واحد الخنشه اللي ما عندها ما فيها مكتوبه فيها حتى الشركه الاصل، يعني غتاخذ عند بائع اللي هو معتمد لدى السلطات المكلفه اللي هي لونسا. بيان سيغ الفلاح يحاول ما امكن يقلب على الارشادات، كاينين الناس تقنيين، كاين المكتب لوفيس ناسيونال لونكا اللي هي المكتب الوطني للارشاد الفلاحي، كاينين تقنيين، كاين الناس، يعني الفلاح يحاول ما امكن يقلب على الارشاد وعلى يعني وعلى تغطيه الفلاح عند الناس المختصين في الميدان.